بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنشكر هاد الاخوان كاملين، هاد السكينه هادو اللي هما فرحوا معنا. انا جد فخور بكم، انا جد سعيد بالتواجد ديالكم معنا اليوم في هاد الحدث هذا. صراحه سمحوا لي بزاف لان المشكل كان خارج على الاراده ديالنا، بحيث اننا نزلنا في اكادير وكان يعني لومبوتياج بسبب الماتش اللي كاين ديال الرجاء اللي فار في كازا، وبالتالي فما لحقناش التران باش نوصلوا في الوقت اللي كنا قلنا لكم على اساس اننا غنوصلوا. شكرا لكم بزاف. انا صراحه تفاجات بهذا الحضور ديال الغيورين على مدينه الصخيرات وعلى شباب مدينه الصخيرات. كنشكركم بزاف لان صراحه ورغم هذه العياء واننا من البارح وانا شادين الطريق، يعني من اللي وصلت دابا ولقيت هذا الجمهور الغفير المحب لينا والمحب لمدينه الصخيرات واللي كيضحي بالغالي والنفيس من اجل شباب المدينه، الحمد لله كنلاحظوا ان كاين واحد المجموعه ديال الفاعلين الجمعويين اللي هما زعما من خيرة الناس اللي هما فاعلين جمعويين عكس واحد المجموعه وحدين اخرين اللي لا حول ولا قوه الا بالله الله يهديهم. فاليوم تنحاول انني باسمي وباسم الابن ديالي هاد جوج ميداليات هادو اللي حققنا ذهبيات، واحد التعب اللي هو كبير الحمد لله كنهديها لساكنه دنيا الصخيرات كامله وكنهديها الريادي الاول صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك يعني الناس اللي ساهموا معنا ولو بالكلمه الطيبه، الاخوه اللي عطاونا داك الدافع المعنوي اللي يعني خلانا يعني كنساو جميع هذه المشاكل هذه. وحنا الحمد لله يعني دائما جنود مجند وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، يعني كنحاولوا بالغالي والنفيس كنعطيو لذاك الشيء ولو غير القليل من اللي عطاتنا لهذه الارض السعيده لبلادنا المغرب اللي احسن بلد في العالم واللي كي يسيروا احسن ملك في العالم الحمد لله يا رب العالمين. نتمنى ان شاء الله هاد المساله هذه ديال هاد الفوز يعني تكون كترجع للشباب بالخير وبالمنفعه وياخذوا يعني المجرى ديال الابن ديالي ولا ديالي انا ان شاء الله، ويكونوا يعني كيمثلوا البلاد ديالهم وتيحاولوا انه يضحيوا بالغالي والنفيس ويردوا البلاد ديالهم ولو شويه من داكشي اللي عطاتهم. فانا بدوري كنشكر الاخوان كاملين اللي حضروا معنا، وسمحوا لي راه مع العيا والستريس يعني اللسان يعجز عن الكلام. كنشكركم بزاف وان شاء الله. سؤال مرحبا. سمعنا بان السيد الوالي اليعقوبي هو اللي دعم. صحيح، يعني السيد الوالي اليعقوبي مشكور من جميع هذه المنابر الاعلاميه اللي كتواجد الان، انسان خدوم، انسان كيحب بلاده، انسان كيضحي بالغالي والنفيس. يعني هذا الشخص هذا هو اللي تيقول انا جند مجند وراء صاحب الجلاله. يعني كاين واحد المجموعه ديال الاخوان تيقولوا جنود غير بالفم، ولكن هذا السيد الوالي اليعقوبي اللي هو انسان يعني خدوم، لاحظنا ان من نهار جا الولايه ديال الرباط سلا زمور طنجه سلا والعملات الصخيره تسميره، فكان واحد تغييرات كبيره على المستوى البنيه التحتيه ولا على الدعم ديال الشباب اللي كيخدموا كيجتهدوا يعني كيمهد لهم الطريق. والحمد لله هذه المره الثانيه ماشي الاولى اللي كيقوم بالمساعده ديالنا من اجل ان كنمشيو، حنا كنمشيو على اساس هذا الدرابو هذا ماشي شي حاجه اخرى، كنمشيو باش نمثلوا هذه البلاد، حبنا لهذه البلاد هو اللي تيخلينا يعني انا تضحيو رغم هاد العيا. راه دابا يومين حنا ما نعسش لا، والابن ديالي والعيا راه تيبان فينا، انتم كتشوفوا يعني راه كنمشينا للمطار تقريبا مع 11 الليل ولا حتى لدابا حنا عاد وصلنا، رغم هاد الشيء كامل يعني الحمد لله كيتلاشى امام هاد الجمهور الغفير وهاد الناس اللي كيحبوا الخير لبلادهم. شكرا لكم بزاف وشكرا للسيد الوالي يعني باسمي وباسم ساكنه مدينه الصخيرات واسم الابن ديالي على المساعده القيمه يعني اللي قام بها من اجل اننا نمشيو ونشاركوا في هاد البطوله الدوليه اللي الحمد لله حقق فيها جوج ميداليات ذهبيين، رغم الاصابه اللي توصل بها الابن ديالي في المباراه نصف النهايه وكذلك مباراه النهايه ما كانش غادي يلعب، ولكن حاولت انني نضغط عليه اكثر من اللازم ومسكين لعب وحقق الميداليه الذهبيه ديالو في النهائي الحمد لله رب العالمين. نتمنى ان شاء الله يعني نكونوا فرحناكم وفرحنا ساكنه مدينه الصخيرات بالدرجه الاولى، ويعني ونهديوا هذا الفوز هذا لصاحب الجلاله نصره الله، ونتمنى ان شاء الله الخير للشباب المدينه والخير للشباب البلاد، وان شاء الله نشوفهم في احسن المراتب. احنا راه غير قنطره. نعم سيدي. خذ لي بحكم انك انت واجهتي بزاف ديال الصعوبات في المشوار ديالك الرياضي، شنو تبغي تقول الشباب الرياضي في مدينه الصخيرات؟ الانسان شوف راه هاد الحياه وهاد الدنيا هادي الا ما كافحتيش وما ناضلتيش جامي دلافي توصل لوبجيكتيف ديالك. يعني الانسان خصو يضحي بالغالي والنفيس، والحمد لله يعني الحب ديالنا للبلاد ديالنا هو اللي تيخلينا يعني واخا رغم هاد المشاكل وهاد لي زوبستاكل اللي كاينين كنتجاوزهم بالحب للبلاد ديالنا. راه يعني كاين بزاف ديال الاكراهات، ولكن الحمد لله يا رب العالمين داكشي اللي ربونا عليه والدينا واللي تربينا عليه يعني في العمل الجمعوي في الرياضه، فدائما غادي نبقاو يعني كنهزوا الدرابو ديال البلاد بالقليل ولا بالكثير.
كثير، يعني نتقاتلوا من اجل اننا نحاولوا نحققوا المبتغى، ونتمنى من المسؤولين يعني مثل هاد الشباب هادو اللي كانوا طالعين وعندهم غيره على البلاد انهم يدعموهم شي شويه ويساعدوهم، من اجل ان راه كاين الانسان اللي باغي يخدم البلاد وكاين الانسان اللي هو بوحديته، يعني كاين واحد المنفذ ديال ان شباب تيبغيو مثلا يشتغلوا ويخدموا ويعطيوا المؤهلات والقدرات اللي عندهم. فنطلب من المسؤولين يعني على القطاع الرياضي ولا القطاع المدينة ولا هذا أنهم تم يساعدوا هاد الشباب وهاد الوليدات إن شاء الله رب العالمين باش يعطيوا ما في جهدهم ويحاولوا أنهم يساهموا في يعني التعريف بالبلاد ديالهم. حنا راه ماشي كنمشيو غير كنشاركوا من أجل هذا، كنكونوا سفراء ديال بلادنا والحمد لله، يعني تنحاولوا حنا المقبلين على بطولة دولية إن شاء الله للآن. البطولة الدولية اللي كانت غادي تكون في العام الفايت، ولكن هذا العام عاود إن شاء الله حاولنا أننا ندير واحد مجموعة ديال الشراكات مع واحد مجموعة ديال الدول اللي حضروا لهذه البطولة، على أساس أن غادي تكون إن شاء الله بطولة دولية اللي غتحضر فيها أكثر من 15 دولة في شهر مايو إن شاء الله. ونتمنى أن نكونوا جنود يعني مجندين من أجل إنجاح التظاهرة الرياضية في مدينتنا، ونتعرفوا بها ونحاولوا أن حتى نشغل جميع القطاعات، يعني القطاع السياحي، القطاع ديال النقل، القطاع يعني جميع القطاعات، ونحاولوا أن نعطيوا واحد الصورة لمدينتنا اللي إن شاء الله تكون كتضاهي المدن المغربية والمدن الدولية إن شاء الله يا رب العالمين. وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنبغي نشكر أول حاجة هاد الناس كاملين اللي جاوا لهنايا، وكنبغي نشكر الوالد ديالي اللي صراحة هو سبورتور الاول كنقولوا، هو اول واحد كنقولوا عاوننا ووصلنا لهادشي، كنبغي نشكره بزاف. كنبغي نشكر الوالده ديالي وجداتي والعائله كامله حيت هما اللي دعاو معايا باش وصلت لهادشي الحمد لله. كانت صراحه صعيبه، وصراحه هادشي كان دانا العيا بزاف، لانه عينا فقنا اليوم مع 9 الصباح وما عندنا الطياره 6 الصباح، وبقينا والحمد لله وخا العيا وخا هذا، ولكن الحمد لله جبنا الميداليه الذهبيه وفرحنا التساكين الحمد لله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.